كم رجال من أهل البيت كل يوم يطلقون نسائهم؟ كم بنات يعيشون مقهورات من آبائهم وأمهاتهم؟ كم أمور من الأمور تجري بين الرجل وزوجته كأنها عنده أخص من الجارية؟ أولاد من أهل البيت يدخلون بيوتهم ما يعرف البيت السلام، البيت يعرف رجال كما ذاك اللي يجيبونه في التلفزيون مشنب مشنق يشوف نفسه رجل بيدحق النساء، ما يعرف إلا يلطم ويسب ويشتم. هذا الرجال، هذا الرجل، هذا فينا، هذا الآن في شبابنا، هذا الآن في عيالنا. الجماعة يسمعوني وهذه شهادة أنا أعرفها وتعرفونها، وكل يوم يتصلون بين النساء والرجال، تعال الحق تعال الحق. رجال، رجل ضرب زوجته على أمور تافهة، ومرأة والعياذ بالله خرجت من بيتها غضبانة من زوجها. لماذا؟ لأن معلقين شيوخ يعلمونا بالنظر، عيوننا مشغولة بالمسلسلات تعلم البنات قلة الحياة، تعلم البنت أو المرأة تقول لزوجها أنت رجال طلقني، قال أنا رجال خذي روحي عندك. يا خير رجولة، يا خير رجولة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يغاضبه نساءه ويغاضبونه ويتغضب عليه الواحدة منهن اليوم كله. قرأوا الحديث، ارجعوا للتاريخ، ارجعوا للسلف، تغاضبه المرأة طول اليوم وهو لا يتكلم بل يبتسم، تتكلم عليه. بعضهن يقول له كما قالت له عائشة: أنت الذي تزعم أنك نبي؟ من كثر الغضب والنبي يبتسم ويتركها حتى آخر اليوم، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يضحك في وجهها ويراضيها، لأنه يعرف الكلام الموزون، كلام الشريعة، ما هو كلام اللعب وكلام المسلسلات وكلام الأفلام وكلام المسرحيات اللي صار ثقافتنا الإسلامية في هذا العصر، ثقافتنا اليومية في هذا العصر، ثقافة البيوت في هذا العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، خاطب من؟ إن المرأة خلقت من ضلعنا، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المرأة لها حقوق كبيرة يا إخواني، والله المرأة لها حقوق كبيرة، فلما تركنا الحقوق جاء العقوق. الآن يطالبوكم بالمساواة من العالم الثاني، كأن احنا ما عندنا كتاب ولا عندنا سنة ولا عندنا دين ولا عندنا أي شيء يعالج قضايانا على الإطلاق. منتظرين من الأمم المتحدة، ومنتظرين من دي مجلس من، ومنتظرين من الغرب. عندنا في اليمن هذا الكلام كل يوم أنا أراه، يمكن يكون هنا بطريقة أخرى. رأينا كيف صارت المرأة الآن، أنا الآن أقول للشباب في بعض المجالس: نحن الآن بنطالب بالحقوق. انقلبت الحالة نتيجة تركنا للحقوق، تحولت الحقوق إلى عقوق. رجل لا يعرف قيمة زوجة، يعتقد أنها مجرد فراش لأجل اللذة، أو العكس يختار زوجة لمجرد اللذة، ما يعرف الوظيفة التي من أجلها يتزوج. لهذا المشاكل تأتي من الاختيار، نوع الاختيار يؤدي إلى الانهيار. لما يأتي إنسان ويختار زوجة، في ماذا تختار زوجة؟ شوفوا بنات أهل البيت الآن مكدسات في البيوت، عيال السادة وأشباههم وأمثالهم، ما واحد منهم يريد يتزوج من أسرته، عنده كما تسموها كتالوج، يريد أشياء معينة ومواصفات معينة، يروح يجيب له واحد من الغرب، يأتي بها من الشرق، يأتي بها من مكان هنا، يأتي بها حتى أحيانا من غير أسرته لسبب ولآخر. ولهذا لما فلتت هذه القيم جاءت المشاكل، دخلت البيوت الآن في غثاء. تكلمت لكم أنا عن السلام الذي أصابته الضبابية، أول شيء الآن بيوتنا وأسرنا، وعاد الشيء الثاني ذهب السلام بيننا وبين ربنا. نحن الآن كثير من الشباب بينهم وبين ربهم حرب. كيف تعرف هذا الحرب؟ ما يصلي، ما يعرف للصلاة مكان. عبر رمضان الغالبية ولله الحمد نالوا بركة رمضان، لكن تعالوا بنا ننظر في عدم الاهتمام الآن في بعض الأولاد والبنات في الصلاة داخل البيوت. صلاة الجماعة في المساجد لها حكم آخر، بعضهم ما يخرجون، لكن حتى في البيوت، في البيوت رجال يدخل بيته ويخرج من بيته ما يسأل زوجته، ما يسأل ولده، ما بدأ صلى بهم صلاة جماعة، ما بدأ جمعهم على ورد من الأوراد، ما بدأ جمعهم يقرون راتب. لماذا؟ لأنه مشغول، لأنه مسؤول، مسؤول برع، والبيت مدمر من الداخل. آباؤكم وأسلافكم ورجالكم تعرفوا أين تربوا؟ ما تربوا في المدارس، ما تربوا خارج البيت، ما تربوا في المساجد، تربوا داخل البيوت.